حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، جملة ملفات مهمة وحيوية وذات تماس مع ديمومة العملية السياسية ومتطلبات الشارع بحثها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ الدكتور همام حمودي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد. وفي مقدمة الموضوعات الموازنة العامة للبلاد وأهمية توزيعها بشكل عادل حسب استحقاقات السكان والاحتياجات، فضلا عن مناقشة أزمة المياه التي فاقمت المعاناة العراقية وضرورة إيقاف مؤشراتها المتنامية بالاتفاق مع دول المنبع والركون لمبدأ حقوق الدول المتشاطئة وتنفيذ برامج نموذجية وعملية في إدارة الثروة المائية، وكذلك دعم مشاريع الحكومة ومنجزاتها النوعية بما يعالج ترسبات المرحلة الماضية. وأخيرا، تم التباحث حول دور العراق ومحوريته في المنطقة كلاعب لا يمكن تجاوزه ورقما صعبا في المعادلة الإقليمية والدولية. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد أن سخر الكيان كل أدواته لحرق الدول الإسلامية، ها هو يكوى بذات النار التي عدها مؤشرات متنامية عن صراعات داخلية وانقسام حاد عبر حرب أهلية بعد تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وسياساته الرامية عبر خطة وزارية إلى الحد بدرجة كبيرة من قوة المنظومة القضائية والقانونية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في عبر الصوت والصورة من بغداد، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي إحسان الحكيم. أهلا بكم أستاذ إحسان، وكذلك ترحيب الكاتب والصحفي الأستاذ إبراهيم السراج. أهلا بكم سيد إبراهيم. أهلا وسهلا. وأبدأ معك أستاذ إحسان، بداية ما مدى أهمية وما هي أسباب هذه الزيارة؟ ما هي أهم الملفات التي تم التباحث بشأنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة جاءت هذه الزيارة بداية أولا لإعادة وتوطيد العلاقات التي تربط القيادات العراقية، امتان سماحة الدكتور الشيخ همام حمودي وفخامة رئيس الجمهورية. العلاقات تمتد إلى أكثر من نصف قرن من الزمان، ربطت الكيانات السياسية منذ أيام المعارضة العراقية، وكان الحقيقة لقاء مميز ومثمر، واستعاد الطرفين الذكريات التي مرت منذ فترة طويلة. كانت الأحاديث والهم المشترك الذي جمع الطرفين هو مسألة المياه. مشكلة المياه كما تعرفون الآن من المشاكل العالمية التي تبحث في كل محفل، والحقيقة كان لفخامة السيد الرئيس دور كبير في تسليط الضوء على هذه المشكلة. وممكن أن نلاحظ أنه كانت هما كبيرا لدى فخامته، حيث كما ذكر أنه كل يوم هو له اتصالات وتصريحات وعمل دؤوب من أجل حل هذه المشكلة. الحقيقة هذه أحد الأمور التي تم التباحث فيها. والنقطة الثانية كانت حول علاقة العراق المحورية مع دول الجوار ودول المنطقة، كونه ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة برمتها.
سواء من المناطق الشرقية الغربية الجنوب شمال كل الدول العربية أو الإسلامية والشقيقة المجاورة للعراق. الآن العراق هو محور لربط هذه العلاقات وتسوية النزاعات والعمل على تهدئة المنطقة للوصول إلى حالة من الأمن والاستقرار. كما تعلمون أنه بدون أمن واستقرار لا يمكن أن يكون هناك موازنة، لا يمكن أن تكون هناك مشاريع، لا يمكن أن يكون هناك استثمار. كل الأمور هي تتعلق بمسألة الأمن والاستقرار. لذلك كان الحديث عن هذا المحور حديث مطول ومفصل وبإيجابية كاملة. المسألة الأخرى كما كنا حاضرين في هذا اللقاء هي مسألة ذكرت أنه مسألة المياه ومسألة العلاقات والمسألة الأخرى اللي هي كانت العلاقات مع الإقليم وتوطيد وحل المشاكل العالقة. ولاحظنا أيضا هناك فخامة الرئيس لديه أجندة وله رؤية كاملة لمشاريع تصب في خدمة العراق والمنطقة. طيب سيد إبراهيم، هذا التواصل السياسي برأيك إلى أي درجة يوفر بيئة مواتية أو مناخ ملائم لديمومة العملية السياسية وحيويتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك السيد حسان الحكيم. يعني بالتأكيد أن هذا التقارب بين الكتل السياسية أنا أعتقد ينعكس على عدة جوانب. أولا أنه هو يعطي إشارة واضحة أن الخلافات والمشاكل والأزمات بين الفرقاء السياسيين أو قد تكون بين الإقليم والمركز قد تكون هي تسير وفق خطة نحو حلال كل المشاكل هذا. وهذا ما ينتج. اثنين، أنه هذا يعكس صورة إيجابية للشارع العراقي. يعني عندما يجد أن هناك نوع من التقارب وتبادل الزيارات واللقاءات المستمرة بين المسؤولين يؤكد على رسالة واضحة أن هذا هناك اهتمام بهذه الخلافات وليست قضية سياسة ترحيل المشاكل والأزمات. وبالتالي نعتقد هذا التقارب هو قد ينعكس أيضا إيجابيا على البرنامج الحكومي لحكومة السيد محمد الشاع السوداني ويدفع بتهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج. وأيضا هناك مشاريع أخرى لعلها برزها، والآن الكل ينتظر أن تكون هناك وحدة قرار من قبل الجهات السياسية من الكتل السياسية داخل قبة البرلمان للتصويت على مشروع الموازنة. وهذا أيضا هو مؤثر كبير جدا. يعني الآن الجميع ينتظر وبحماس، خاصة بعد أن دفعت إلى مجلس النواب، ينتظر إقرار الموازنة. لذلك أعتقد عملية الجفاء هذه انتهت الآن. اليوم هذه المشاكل والأزمات سواء كانت بين الإقليم والمركز سواء كانت بين الكتل السياسية تحتاج إلى تواصل وتحتاج إلى ديمومة حركة وتحتاج إلى حوارات، وهذه القنوات الحوار الآن موجودة ومتوفرة. لذلك أعتقد أن حلحلة الأزمات سينعكس أولا على سمعة العراق كدولة، اثنين سيذوب كل الخلافات، ثلاثة سينعكس إيجابيا على توفير بيئة سياسية أمنية اجتماعية اقتصادية مستقرة نوعا ما، وتدفع باتجاه تحقيق ربما الذهاب لتطبيق البرنامج الحكومي لحكومة السيد. في هذه النقطة تحديدا سيد إبراهيم، يعني هذا الاتفاق أو هذا التواصل والتفاهم ما بين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مثلا ورئاسة الجمهورية والأطراف الكردية، هذا الاتفاق إلى أي درجة مهم يعني للدفع على الأقل بالعمل الحكومي واستمرار الإنجاز المعلن من قبل الحكومة؟ اولا يعني الزياره أنا اعتقد ان مهمه جدا. يعني اولا الشخص السيد هوام حمود رئيس المجلس الاعلى انا اعتقد شخص مؤثر وهو عضو في الاطار التنسيقي الاطار، وبالتالي انا اعتقد ان هذا قد يذهب باتجاه تصفير كل المشاكل وقد يذهب باتجاه انه اجراء مزيد من اللقاءات، لانه الان الكل على يقين من الحوارات الاجتماعات وزيارات المتبادلة بين الكتل السياسية وبين زعماء الكتل السياسية يعول عليها في حلحلة كل المشاكل. وبالتالي نعتقد الجميع يعول على إذابة كل الخلافات والمشاكل والأزمات، وبالتالي الذهاب إلى وحدة قرار ووحدة رؤية لحلحلة كل المشاكل، والذهاب أيضا إلى إيجاد مشتركات بين الجميع. اليوم الآن يعي الجميع أن الجفاء بين الكتل السياسية لا يفيد المجتمع، وبالتالي أعتقد هو مضر بالعملية السياسية ومضر بأي تطور أو قرار يتخذ سواء كان قرار سياسي أو قرار تنفيذي وما شابه ذلك. لذلك هذه الزيارات مهمة جدا في هذه المرحلة.
طيب سيد إحسان، أعود لك مرة أخرى. في هذا الاجتماع الشيخ حمودي مثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي فقط، لو مثل قوى الإطار الشيعي من أجل التوصل إلى بعض الاتفاقات ما بين الأكراد والإطار اللي هم أصلا في تحالف إدارة الدولة، لكن ظهرت خلافات بنسبة معينة ربما بموضوع الموازنة أو غيرها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما يمثله سماحة الدكتور همام حمودي وباعتباره أحد ركائز الإطار هو كان عامل ردم للفراغات اللي موجودة ما بين الكتل السياسية. الحقيقة المشاكل بسيطة، المشاكل تحل بالاجتماعات باللقاءات وبطيب الخاطر، وأعتقد أنه مرور الميزانية، وفاتني أن أذكر أنه سماحة الشيخ حمام حمودي وفخامة الرئيس باركوا مرور الميزانية والتصويت عليها في مجلس الوزراء وعبورها إلى مجلس النواب، فهذا أكبر دليل أنه المشاكل ممكن حلها، وبين الأخوة والأشقاء في الوطن الواحد أعتقد المشاكل لابد وأن يتم تذويبها. الحقيقة اللقاء كان جدا مثمر، ونعم قد يكون سماحة الشيخ حمام حمودي رئيس المجلس الأعلى، ولكنه أيضا يمثل الإطار في حركته. طيب. وفي لقاءاته المستمرة مع كبار مسؤولي الدولة. طيب، التركيز يعني من قبل الجانبين على 4 ملفات مهمة تقدمها، يمكن متابعة الإنجاز الحكومي المتحقق كما ذكرت في الدفع بمشروع الموازنة نحو الأمام، وضرورة أن تصاغ هذه الموازنة سيد إحسان بطريقة عادلة بين المحافظات وحسب احتياجات كل محافظة، لكن هل جاء هذا الاجتماع لإيجاد تفاهم على ضمان تمرير الموازنة في البرلمان؟ الموازنة هي قانون، والقانون يطبق على الجميع، وتم التطرق إلى بعض النقاط التي قد لا تنفذ في الميزانية، ولكن قانون الموازنة يلزم الجميع سواء في زاخو أو في البصرة أو في دهوك أو في الديوانية، يلزم الجميع بتنفيذ هذه الموازنة. وكما ذكر الزميل، هذه الموازنة كانت موازنة بشكل عادل، وتم توزيع الثروات أو التخصيصات لجميع مدن العراق، وبغض النظر عن الإثنية والقومية، وإنما تم توزيعها على النسب السكانية بشكل عادل، وإن شاء الله سيرى المواطن نتائجها في القريب العاجل. طيب سيد إبراهيم، مشكلة المياه بها جانب كبير، جانب سياسي، هو بحاجة إلى اتفاق الأطراف العراقية ككل حل هذه المشكلة. مشكلة المياه كانت يمكن لها الحصة الأكبر من هذه المناقشات بهذه الزيارة من قبل رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي، توزعت إلى جزئين. الأول هو إيجاد معالجات مع دول المنبع بما يضمن للعراق حصة مائية عادلة. هذا الاتفاق السياسي الذي جرى بهذا اللقاء والزيارة على رؤية واحدة، لأي درجة ممكن سيد إبراهيم أن يدعم خطوات الحكومة في معالجة هذا الملف؟ يعني بالتأكيد هو هذا تخويل كبير للسيد السوداني في السعي نحو إقرار أو على الأقل تفعيل الاتفاقيات المائية مع تركيا، دول باعتبار هي دولة منبع. نعم. وبالتالي هي الدولة التي هي تحكمت أو تتحكم في نسب المياه سواء إلى العراق أو إلى سوريا، وبالتالي أعتقد أن المشكلة هي ليست سببها العراق بقدر ما سببها بناء عدة سدود، ولم تلتزم الحكومة التركية بالأطر والاتفاقيات الخاصة بتحديد نسب المياه. وأعتقد الآن هو التخويل الكبير جدا للسيد السوداني فتح هذا الحوار مع الحكومة التركية وفتح مفاوضات حول ذلك، وقد يكون هذا هو أيضا دافع كبير جدا لتجديد اتفاقيات أو على الأقل للضغط على تركيا سواء عبر المحافل الدولية عبر القنوات الدبلوماسية، قد يكون من خلال اتفاقية برام اتفاقية جديدة، تفعيل اتفاقيات جديدة، لأن هناك أضرار كبيرة على المجتمع المحافظات العراقية جميعا وليس المحافظة دون أخرى. وبالتالي اعتقد هذا يتطلب ايضا مزيد من الـ من الـ من الـ وحده الخطاب السياسي، يعني لا يجب ان يكون هناك اي حاله من النشاز في الخطاب السياسي حول هذا الموضوع. هذا موضوع يخص 41 مليون عراقي، يخص المحافظات العراقيه كلها جميعها،
ليس محافظة دون أخرى. وبالتالي نعتقد هذا الدفع أنه يعطي مسؤولية كبيرة للسيد محمد الشياء السوداني لغرض فتح هذا الملف ولغرض، وأنا أعتقد أنه هناك اهتمام كبير جدا خاصة بعد أن قلت نسبة المياه، نسبة توريد المياه إلى العراق أو دفعها إلى نسب عالية جدا، أثر على الزراعة وأثر على المناخ وأثر على الآلاف ملايين الدونمات الزراعية، وهذا يتطلب جهود كبيرة من الخارجية العراقية ويتطلب من المزارات المختصة ويتطلب من رئاسة مجلس النواب أن تتدخل. يعني القضية لا يمكن أن تختصر أو نحمل مسؤوليتها. صحيح هذه تراكم مشاكل كبيرة، يعني هناك أزمة كبيرة، أزمة متراكمة ولم تحل هذه الأزمة، أزمة المياه مع تركيا. طيب، المعالجة يمكن لا تقتصر على الاتفاقات المائية بين الدول المتشاطئة سيد أحسان، إنما بحسب دكتور حمودي والرئيس رشيد تحتاج إلى برامج عملية كما ذكروا، وهذه تدار أو تدار بها بها بهذه البرامج تدار الثروة المائية. التوافق على حل من قبل أطراف سياسية والتوافق إذا كانت أغلب الأطراف أو أجمعها ممكن أن يدفع بهذه البرامج للنجاة؟ بالتأكيد بالتأكيد. الحقيقة رأينا اليوم توافق كامل بين سماحة الشيخ حمودي وفخامة الرئيس، حيث كانت الرؤى متطابقة 100%، وكانت رؤية الطرفين أنه لا يمكن حل المشاكل إلا بالطرق السلمية والعلاقات الهادئة والزيارات المتبادلة. كما ذكر زميلي، الآن الحكومة بقيادة الأستاذ محمد الشياع السوداني تمتلك دعم كبير من أطراف الإطار والأطراف الأخرى والمرجعية والشعب العراقي، كله يقف خلف هذه الحكومة، وأعتقد أنه المستقبل القريب جدا سيكون هناك حلول شاملة. ولو في بعض الأحيان أنه الجانب التركي يتحجج أنه هناك أكو ربط ما بين دجلة والفرات كما تعلمون من خلال بحيرة الثرثار وناظم الثرثار، حيث عندما يطالب العراق بزيادة الحصص المائية يقولون أنه أنتم بإمكانكم أن تحولون من نهر إلى نهر، ولكن رغبة العراق أن يكون النهرين ممتلئين لسد الحاجة، حاجة الري والزراعة في العراق، بالإضافة إلى الحاجة إلى مياه الشرب الصافي. فأعتقد أن الحكومة لديها برامج عديدة، وبدأت ومنذ الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية بدأت بكري الأنهر والتخلص من الشوائب التي تغمر الجداول والأنهار، تعرفون هذه تؤثر تمتص مياه وتؤثر أيضا بالتبخر، فإزالة هذه الشوائب الشوائب من الأنهر أيضا ستزيد من إمكانية تدفق المياه إلى أبعد مناطق في العراق. طيب سيد إبراهيم، دور العراق، نرجع دور العراق المحوري في المنطقة وضرورة تعزيز حضوره، وهذا الموضوع كان له نصيب من هذه المباحثات، صياغة رؤية موحدة بين الطرفين تجاه التعامل مع الخارج، هل ممكن أن يرفع من إمكانية نجاح سياسات العراق الخارجية؟ يعني بالتحديد أنه سياسة العراق الخارجية وكطرف كبير جدا في المنطقة بصورة عامة نجح إلى حد ما في 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 ربما أنا أعتقد في قضية المباحثات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية، ونجح العراق من خلال المفاوضات التي كانت ترعى في بغداد، وبالتالي أنا أعتقد صدر قرار وصدر اتفاق بين الجمهورية الإسلامية وبين السعودية على عودة السفارات إلى كل بلد، وبالتالي تفعيل العلاقات بين الدولتين. طبعا هذا ينعكس أيضا على العراق وينعكس أيضا إيجابيا على حالة الكثير من الأزمات والمشاكل التي تحصل في المنطقة. دور العراق هو، تعرف حضرتك أن العراق ليس مع أي اصطفاف سياسي، وبالتالي أن هذا الدور الكبير هو كلفه الكثير منذ أكثر من 20 سنة بعد 2003 وسقوط النظام، تكلف العراق الكثير، هذه حيادية العراق، وليست قضية حيادية بقدر ما هو يتعامل مع كل الأحداث وفق رؤية خاصة بالسياسة العراقية. وبالتالي نعتقد هذا الدور المحوري للعراق قد يكون فاعل جدا. هناك ما يحتاج هذا الدور هو توحيد الخطاب السياسي، يعني هذا الكتلة السياسية يجب أن يكون خطاب سياسي موحد
يحمل رؤية وطنية، رؤى وطنية تجاه الأحداث وتجاه التطورات في المنطقة. اليوم أي حالة من التصعيد في المنطقة بصورة عامة سينعكس سلبيا على العراق، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا وما شابه ذلك. لذلك العراق يلعب هذا الدور، وبالتالي طيب. أعتقد من ثماره هم الآن هذا الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية وبين السعودية، أعتقد من المستفادين هو العراق. استطاع العراق عبر سياسته وهو أن الدفع باتجاه الابتعاد عن التخندق السياسي الإقليمي والدولي، أنا أعتقد هذا دور كبير جدا للسياسة العراقية، وحكومة السيد محمد الشاه السوداني هو يركز على الدور، ويركز على أن لا يكون العراق طرفا في النزاع مع أي دولة، ولا أن يكون مصدر إزعاج أو مصدر الاحتداء على أي دولة، ولا يسمح الآن هذه، وهذه ثوابت في الدستور. طيب سيد إحسان، بالنسبة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هل كان الرئيس في هذه الزيارة وهذا اللقاء مع الشيخ حمودي يمثل رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني للأكراد بشكل عام، بظل وجود خلافات كردية مقابلها كان هناك دور للمجلس الأعلى مثلا وبقية القوى السياسية الشيعية من أجل ترطيب الأجواء بين الطرفين؟ الحقيقة زيارة فخامة الرئيس تمثل رئاسة الجمهورية، والحديث الذي تحدث به فخامته كان من منطلق كونه رئيس لجمهورية العراق، أما بعض الأحاديث الجانبية التي تحدث بها فهي تشمل ذكريات وأمور من الماضي استذكارها بكل شجونها، أما ما تحدث به فهو تحدث باسم رئاسة الجمهورية، والآن هو يمتلك رؤية كما ذكرت قبل قليل، رؤية من نقاط عديدة أعتقد ما لا أود أن أتحدث عنها لأنها تخص فخامته، وعديد من النقاط المهمة جدا الذي يعمل عليها فخامته من أجل العراق والعراقيين. فمن خلال الطروحات التي طرحها هذا اليوم كانت جميعها تصب بمصلحة أبناء الشعب العراقي، ولا تمثل فقط الاتحاد الوطني الكردستاني أو تمثل الجانب الكردي. طيب بالنسبة للدول الإقليم، طالما استغلت حالة الانقسام الداخلية ما بين القوى السياسية العراقية، المعطيات السياسية اليوم سيد إحسان، هل ستشجع على التعامل مع أسلوب أو سياسة العراق الخارجية، خصوصا العلاقة مع دول الجوار ومحاولة العراق لتمتينها على أساس المصلحة الوطنية وبما يعزز من مكانة العراق إقليميا ودوليا؟ بالتأكيد العراق يسعى دائما لإقامة علاقات طيبة مع جميع دول الجوار بغض النظر عن اتجاهاتها أو سياساتها. أضرب مثل على ذلك، مثلا العلاقة مع الجمهورية الإسلامية كان هناك لقاءات عديدة، لقاءات ودية أدت إلى فتح مياه الأنهار الكارون وغيره إلى المناطق المحاذية، مما أدى إلى تخفيض نسبة الملوحة. نرجع إلى الجارة تركيا، الجارة تركيا لها علاقات اقتصادية مع كردستان بحدود 9 مليار دولار سنويا، ومع العراق بشكل عام بحدود 20 مليار دولار سنويا، وهذه العلاقة الاقتصادية تمتن العلاقات السياسية. تعرفون المجال الاقتصادي يوسع من العلاقات الأخرى، نجد علاقتنا مع الشقيقة الأردن أيضا علاقات متميزة، ولاحظتم الزيارات التي قام بها دولة رئيس الوزراء إلى هذه الدول، مع السعودية أيضا لنا علاقات جيدة ومتينة، وكنا سببا لعقد العديد من اللقاءات التي ضمت الجانبين الإيراني والسعودي لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، وأدت بالنتيجة إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين المملكة والجمهورية الإسلامية. العلاقات جيدة مع جار الكويت، مع مصر، مع الكثير من البلدان، وتلاحظون زيارات السيد رئيس الوزراء إلى الدول الإقليمية والدول المجاورة وإلى أكثر من بلد، هي كانت لتوطيد العلاقات ومد الجسور وبناء علاقات طيبة من أجل رفع مستوى المعيشي والاقتصادي والجانب الخدمي للشعب العراقي. طيب سيد إبراهيم، ما مدى أهمية استمرار
هكذا زيارات ما بين الأطراف السياسية، ما بين السياسيين وما بين الرئاسات في المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها، رئيس جمهورية، وزراء وغيرها. ما مدى أهمية استمرار هكذا زيارات والتأكيد على التمسك بآفاق التعاون والتوافق؟ يعني تنعكس إيجابيا على المجتمع بصورة عامة. أنا أرى أن تكرار الزيارات، وبالتالي أنه بين سواء زعماء سياسيين أو مسؤولين أو رئاسات الثلاثة، أنا أعتقد تنعكس إيجابيا وبالتالي لها مدلولات كبيرة. أولا أنه هناك من 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 يرى في هذه الزيارات أنها قد تسهم إسهام كبير جدا في تخفيف حدة التوتر قد يكون بين الكتل السياسية، قد ينطلق إلى 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 رؤية مشتركة إذا القرارات والمشاريع القوانين. تعرف حضرتك أنه في مجلس النواب القوانين تشرع وتحتاج الكثير من القوانين إلى اتفاق سياسي، لذلك هذه الزيارات هي تمهد إلى اتفاق سياسي حول أي مشروع قانون يرسل إلى مجلس النواب ويصور عليه، مثل ما قضية مشروع الموازنة الآن الذي أرسل إلى من قبل الحكومة إلى مجلس النواب يحتاج أيضا إلى دعم. يعني اليوم حالة البلاد الآن والمنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد الشجاع السوداني يحتاج إلى موازنة ويحتاج إلى تشريع قانون موازنة حتى يكون قابل للتنفيذ وبالتالي يطبق عندما ينشر في الجريدة الرسمية وما شابه ذلك، وهذه الإجراءات ومصادقة رئيس الجمهورية. لذلك هذه الزيارات تنعكس وبالتالي هي لدى دلالات كبيرة على أن الجميع مسؤولين أمام المجتمع، أمام الشعب العراقي، أما في حالة حدوث أي أزمة، في حالة حدوث أي خلاف، أي عملية جفاء سينعكس على المجتمع، أي حالة جفاء بين الكتل السياسية نعتقد سيكون هنا تأثيرات كبيرة جدا، سواء على أداء السلطة التنفيذية أو أداء السلطة التشريعية أو اتخاذ القرارات أو اتخاذ القوانين المهمة التي هي تحتاج إلى أصلا إلى توافق سياسي في ظل عدم وجود معارضة داخل قبة البرلمان أو وبالتالي أعتقد يؤطر هذا الاتفاق من خلال تلك الزيارات التي قد تبحث في الكثير من القضايا المهمة. طيب سيد حسان، هل هذه الزيارات كافية لضمان عدم تجدد الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف حول أي ملف كان؟ لو هناك حاجة إلى استمرار هذه الزيارات والتأكيد على التوافق من قبل كل الأطراف ووضع مصلحة البلد، المصلحة العامة، نصب عيون القيادات السياسية والأطراف السياسية؟ بالتأكيد هذه الزيارات والتبادل الزيارات والتكرار الزيارات هي تذوب المشاكل وتذوب أي إشكالات تقع بين الطرفين. لا أخفى على أحد، حتى البيت الواحد تجد فيه المشاكل بين الأخوة والأخوات. فالعراق بلد يضم مكونات متعددة ولكل مكون له أهدافه وله قاعدته الجماهيرية التي يحاول أن يرضيها، فلذلك ترى بين الفترة وأخرى تحدث هناك بعض الإشكالات، ولكن نحن في بلد واحد ونحمد الله أنه هناك قيادات متميزة وتعمل من أجل هذا الشعب بكافة أطيافه. فأعتقد هذه الزيارات ضرورية وأن تكون بين فترة وأخرى، سواء كانت بين القيادات الرسمية أو القيادات الشعبية. أنا لاحظت اليوم كان هناك دعم كامل من سماحة الشيخ همام حمودي لفخامة الرئيس في المشاريع التي والرؤى التي قدمها لسماحته، وتعهد بأن يقف معه من أجل خدمة أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه، وبالتأكيد ستكون هذه وجهة نظر الإطار ووجهة نظر الأخوة في بلدنا الحبيب. الشكر الجزيل لكم عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الأستاذ إحسان الحكيم، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم الكاتب والصحفي الأستاذ إبراهيم السراج. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد الباحث والأكاديمي الدكتور طالب الفايلي. أهلا بكم دكتور طالب، وكذلك ترحيب المحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. أهلا بكم أستاذ حسين. وأبدأ معكم أستاذ طالب، يعني التعديلات المقترحة من قبل حكومة نتنياهو على المنظومة القضائية والقانونية للكيان الصهيوني، إلى ماذا يسعى بها نتنياهو وحكومته في الحقيقة؟ هناك مسارات دكتاتورية تتوجه إلى الحكومة الصهيونية أم ماذا؟ شكرا لك سيدي الكريم، تحياتي لكم ولضيفك الكريم. أنا أعتقد ربما للوهلة الأولى أنه تلاحظ شخصية نتنياهو باعتبار أنه عليه ملفات فساد وربما أكثر من ملف، يعني يعد بثلاث ملفات مهمة جدا، ودائما ما كان يشعر بأنه ربما قد يكون مطارد قضائيا وبالتالي ربما يحدد مستقبل السياسي أو يهدد، بالتالي كان هناك يعني يمتلك هو قرار وحاول إقناع الفريق اليمين المتطرف بأنه إذا ما أردنا أن نخلص من هذه الإشكالية يفترض أن تكون صلاحية الكنيست يعني هي الأعلى، وبالتالي بما أنه هو الفريق يمتلك نصف زائد واحد باعتبار عدد المجلس 120 مقعد 65 هو يمتلكه فريقه، بالتالي لابد أن يكون هناك صلاحيات أوسع، هذه الصلاحيات تضيق صلاحيات القضاء في إسرائيل وبالتالي ربما حتى تسهل نشاطه السياسي ويستطيع طبعا أن يتحرك بسهولة وأريحية هو ومن معه. يعني أنا عندما أقول عليه ملفات ليس لوحده، هناك أيضا مسؤولين أيضا عليهم ملفات متنوعة، بالتالي أشعر طبعا خصمة بما يسمى بالمعارضة السياسي اللي هم الليبراليين أن هناك توجه بمعنى الحيلولة أنه من صلاحيات القضاء اللي يعتبر سلطة مستقلة وهذا توجه نحو الدكتاتورية، وبما أنه التطرف اليميني يشهد له تاريخه على طبعا إثارة النزاعات وعلى إثارة دائما الحروب حتى في فلسطين المحتلة، ويعني بمعنى أنه ربما سيكون في المستقبل قرارات أحادية الجانب وما قد يعرض خطره منهم القومي إلى خطر، وهذا طبعا أيضا ما استشعر الجانب الأمريكي، الطرف الأمريكي أيضا استشعر بهذه الخطورة، وبما أنه أمريكا تسعى إلى أنه أن تستقر أو يستقر الكيان الإسرائيلي، بالتالي كانت هناك رسالة مباشرة على عدم رضاهم لرئيس الحكومة بعدم تلبية أو بعدم توجيه دعوة له من البيت الأبيض، بالتالي كل هذا كانت رسائل تقرأ على أنه القادم ربما سيكون هناك تصادم داخلي ما بين طبعا المعارضين وما بين المتطرفين. يعني تتوقع أن يصل الأمر حد الحرب الأهلية بالكيان؟ لا، قد تكون هناك نزاعات، يعني بمعنى عندما نقرأ ربما المشهد السياسي 10 أسابيع مساحة التظاهرات بدأت تزداد في أكثر من 7 مدن، وصل إلى 300,000 يعني المتظاهرين، وربما فعلا هناك مناوشات هنا وهناك، لكن لا أعتقد أنه سيسمح أنه يكون هناك نزاعات داخلية، لأنه باعتبار سيكون تدخل أمريكي بالموضوع وتدخل أوروبي، لأن يعرفون أنه عندما يكون ماذا تعني عندما تكون نزاعات، بمعنى أنه المنطقة ربما كلها سيهتز، وبالتالي يحاولون تهدئة هذه الأمور. لكن دعني أن أشير إلى نقطة مهمة، غالبا ما كان طبعا تسوية الأمور تكون بطريقة أخرى، بطريقة براغماتية، يعني عندما تشتد هذه الأزمات السياسية يكون حوار بين طرفين وبالتالي تقديم تنازلات من هذا الطرف إلى ذاك الطرف وبالتالي ينتهي الموضوع. لكن اليوم الموضوع لا ينحصر بالتسوية بقدر ما أنه نظام طبعا بين قوسين طبعا الديمقراطي هو مهدد بالخطر، وبالتالي هذا أشعر ربما
بمعنى مساحة واسعة هناك، أن هناك خطر دكتاتوري قادم، وربما تتحول يعني إسرائيل من أنه نظام أو منظومة ديمقراطية إلى أحادية في القرارات، وأحادية طبعا في اتخاذ القرارات السياسية. دعنا نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم عبر سكايب المحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة من بيروت. أهلا بكم أستاذ حسين مرة أخرى. وأود أن أسألك، يعني كل الدلائل اليوم تشير إلى أن حكومة نتنياهو ماضية قدما في تمرير هذه الإصلاحات القضائية. تعتقد أن مقابل شدة الاحتجاجات في الكيان الصهيوني، تعتقد أن نتنياهو سيستمر بتعنته وإصراره على إجراء هذه التغييرات بنظام القضاء والقانوني؟ حقيقة لك كريمة، يعني نتنياهو قلبت على من سعوا جاهدين خلال السنوات الأربع الماضية أو السنتين الماضيتين لتحقيق مشروع تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، خلاصته هو التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أساسية في الخليج وفي غير الخليج. هذا النجاح نتنياهو في الانتخابات ووصوله إلى السلطة مع الطاقم الذي تحالف معه، وهو من المتطرفين الصهاينة الذين يلجؤون عادة إلى العنف ويحبذون العنف، قلب الطاولة. ويعني أدى إلى أن بعض الأطراف في المنطقة في الإقليم استخدمت البريك الفريم الفرامل للعملية السياسية التي كانت منطلقة بشكل كبير نحو التطبيع، خصوصا في بعض دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر أيضا. اليوم يعني الوضع في إسرائيل أن نتنياهو من خلال ما يسميه الإصلاحات القضائية هو يحاول أن يستغل سلطته لإدخال نظام جديد على النظام في إسرائيل، وهو إمساك بالقضاء لتخليص نفسه من محاكمات وتهم موجودة عند القضاء وحقق فيها فترة زمنية طويلة وكانت تحميه الحصانة من المحاكمة. فهو يريد أن ينهي هذه القضية عبر ما يسميه الإصلاحات القضائية. هذا الأمر يعتبره الإسرائيليون العلمانيون الذين يعني نراهم اليوم في الشارع والذين يناهضون المتطرفين الذين وجدوا الآن في السلطة، يعتبرون ذلك هو نوع من القضاء على الديمقراطية بمعنى ديمقراطية اليهود في فلسطين وليس ديمقراطية الدولة. ديمقراطية نظام يعني الديمقراطية للإسرائيليين اليهود وليس للعرب ولمن هم تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. هذا طيب. ما يهدد الكيان الإسرائيلي وما يضع إسرائيل اليوم أمام احتمال اندلاع يعني اندلاع فتنة، اندلاع حرب داخلية قد تبدأ بشكل بسيط، وخصوصا حصل صدام بين المتظاهرين الذين يتجمهرون في الشارع ويعني يرفضون هذه السلطة الجديدة في إسرائيل، إذا حصل صدام بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية. طيب سيد حسين، إذا تسمح لي، مقابل هذه المعطيات التي ذكرتها وملامح صدامات قوية في الأفق أو حرب أهلية، كيف وجدتم تعاطي الولايات المتحدة مع ما يجري في الكيان الصهيوني؟ الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع نتنياهو على أنه عنصر تخريب لمشروعه، لذلك هي كانت وما زالت ضده منذ بداية الانتخابات أو ما قبل الانتخابات، سعت لكي لا يكسب الانتخابات، ولكن الرجل كسبها. يعني هذا الكسب يترجم
ما هو المجتمع الإسرائيلي؟ هذا الكسب الذي حققه نتنياهو هو نوع من الترجمة، وتعني أن هذا المجتمع الإسرائيلي ينحو نحو العنف، لا يريد ما يريده الأمريكيون. الأمريكيون يريدون استقرار في إسرائيل لمعالجة أمورهم في المنطقة. الأمريكيون مصدومون من خلال عدة هزائم في منطقة غرب آسيا، أولها العراق وثانية أفغانستان وثالثها لبنان، ويعني وأيضا لا تنسى الوضع الأمريكي بوجه إيران، أنه غير يعني أمريكا حتى الآن عاجزة عن أن تقوم بأي عمل ضد إيران، مع أن لديها كمية من الحقد على إيران، على النظام في إيران، تريد التخلص منه، لأن هذا النظام قلب شؤون المنطقة بأسرها في وجه الغرب الذي مارس الهيمنة التامة على كل دول هذه المنطقة، وصاحب به الثورة الإيرانية إلى حد خلخلت هذه الهيمنة. اليوم هناك كتابات تتحدث عن موت الغرب، عن نهاية الهيمنة الغربية على العالم. هذه نقطة يمكن فيها تفاصيل أكثر أستاذ حسين، أرجع لك حتى نتحدث بتفاصيلها، لكن أعود لك يا دكتور طالب، هل ترى أن المناخ الدولي متوفر وربما يختصر من مسافات إسقاط حكومة نتنياهو وما يمكن تسميته أو يطلق عليه بالربيع الإسرائيلي أو الربيع الصهيوني، ممكن أن يغير من المعادلة ومن الخريطة في هذه الحالة بالمنطقة؟ يعني القاعدة الأساسية، جمهور اللي مؤيد هو طبعا لحزب نتنياهو هو الأوسع والأكبر، ولكن هذا لا يعني أنه بما أنه جمهور أكبر ضمن مفاهيم الأغلبية والأقلية أنه يكون هناك استقرار، لا، لكن الذي أشير إليه إلى أنه نتنياهو كثيرا ما كانت حكومته مهددة بالإقالة، و من خلال التحقيقات والشبهات، وربما حتى قد خسر الانتخابات، لكن يعود من جديد. ماذا يعطي هذا الانطباع؟ يعطي على أن هناك تطرف يعني حتى في داخل المجتمع الواحد، وبالتالي نعتقد اليوم طبعا إسرائيل هي لا يمكن أن تبقى منشغلة في الداخل المحلي، لأن باعتبار هناك متغيرات على الساحة الدولية والعالمية، يعني فضلا عن أن هناك بالأساس هناك أزمات كبيرة دولية، يعني إذا ما تكلمنا عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات هذه الحرب وما نتجت عن تداعياتها. النقطة المهمة جدا والتي ربما قد أعتقد أنه قد تكون منشغلة خلال هذه الساعات، أن هناك توافق وهناك عودة للعلاقات الإيرانية السعودية، وهذه كانت ضربة قوية جدا، لأن باعتبار أنه إسرائيل كانت تدفع بأنه تكون هناك أزمة في سبيل أن تستخدم هذه الأزمة في ضرب ربما الجمهورية الإسلامية، وبالتالي اليوم هي تسمع أن هناك عودة علاقات، وهذه العلاقات ستنعكس بتداعيات إيجابية على المنطقة وعلى الأمن، وربما بالمستقبل القريب أو البعيد سيكون هناك نشاطات تجارية واستثمارات، وهذا ماذا يعطي؟ يعطي انطباع على أنه أيضا الأمن القومي للمنطقة، لمنطقة دول الخليج قد تغير، يعني بمعنى أنه هناك كانت مراهنات لحد سنوات قليلة ليست بعيدة على أن الأمن القومي غير فلسفته، تحول من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لكن اليوم باستثناء طبعا المملكة العربية باعتبار أنه كانت متأنية لاعتبارات متعددة يطول المقام فيها الآن، لكنه بالنتيجة نعم رأت أن هناك مشكلات لا يمكن أن تتجاوزها، وبالتالي لا يفترض أن تحل. أنا أقصد السعودية إيران، لأن باعتبار هناك علاقات تاريخية مشتركة، هناك بحر، هناك مناطق متآخمة، هناك مصالح في هذه المنطقة، والمصالح مشتركة ما بين هذه الدولتين، بالتالي إذا ما عززت بعملية السلام يعني هناك انتعاش في الأمن وهناك انتعاش في الاقتصاد، إذن ما هو موقف إسرائيل تجاه هذه النقلة النوعية؟ بالتالي هذا اللي أريد أقول، هناك متغير جديد
طرا على الساحة ولربما قد يعقد، لا أعرف، هذا طبعا يبقى على خبرة السياسيين، يعقد أو لربما قد ينقل الواقع من واقع آخر داخل إسرائيل. لا. بمعنى أنه هل ستكون هناك تسوية لحلحلة هذا الموضوع؟ هل سيكون هناك تراجع من حكومة نتنياهو عن ما يسمي الإصلاحات؟ كيف تكون إصلاحات وهي ضرب لسلطة مستقلة يفترض أن تكون سلطة قضائية؟ وكيف يكون المصلح وهو عليه مؤشرات بالفساد وتهم وملفات جاهزة؟ بالتالي هل سيكون هناك تسوية وتنازلات أو لربما يكون هناك تدخل أمريكي لحل هذا الموضوع؟ أعتقد هذه الأسئلة ستبان الأجوبة عنها في الأيام القادمة. نفس السؤال أعود به إلى سيد حسين، تتفق مع دكتور طالب بأن معطيات المنطقة أبرزها حاليا ومستجداتها الأبرز الاتفاق الإيراني السعودي أو هذا التقارب الأخير، فعلا هذا التقارب ممكن أن يعني يقرب الانقسام السياسي في الكيان الصهيوني أستاذ حسين؟ لا شك أن ما يجري في إسرائيل يتأثر سلبيا بشكل كثير من التقارب الإيراني السعودي الذي حصل برعاية الرئيس الصيني بعد جهود مضنية بذلت في العراق وفي مسقط بعمان. هذا الاتفاق في الحقيقة يقلق إسرائيل كثيرا، وخصوصا أن نتنياهو وحكومته اليوم هم منشغلون في الوضع الداخلي أكثر بكثير من اهتمامهم بالإقليم، لأن هذا الوضع مقلق جدا، وكثير من النخب الإسرائيلية تتحدث عن خطورة ما يجري وعن خطورة أن تكون إسرائيل قد بلغت يعني نهايتها ويعني وقد حل موسم الخلاص والشتات الجديد بعد ما حصلت في السابق ثلاث مرات أن إسرائيل ذهبت إلى الشتات وانتهت بحروب داخلية. نتنياهو قلق من أن إيران عبر هذا الاتفاق مع السعودية وبرعاية وضمانة صينية سواء لطهران أو للرياض على أن يبقى هذا الاتفاق، يعني أن يكون الخطوة الأولى منه نحو تطبيع علاقات جيدة واتفاقات قد تنعكس على المنطقة إيجابا وتريح الوضع في سوريا كما في اليمن كما في لبنان كما في العراق. يعني هذه الأمور كلها الإسرائيلي لا يريدها. طيب. يريد أن تبقى هذه المنطقة في حالة قلق وحالة ثم وفي حالة احتراب. طيب. وقتل دم. وصلت الفكرة، شكرا لك أستاذ حسين، عذر لضيق الوقت، المحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة كان معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت، شكرا لكم، والشكر جزيل لكم الباحث الأكاديمي الدكتور طالب الفيلي، كنت معنا ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد، والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.